تعاني مدينة غزة من أزمة إنسانية حقيقية جراء انتشار الأمراض بشكل كبير جدا ومتسارع بفعل تفاقم الأزمات الصحية والبيئية في المدينة جراء طفح مياه الصرف الصحي بشكل كبير جدا في شوارع المدينة بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي لآبار ومضخات مياه الصرف الصحي الموجودة في المدينة والتي يبلغ عددها 8 مضخات عاملة في المدينة. الاحتلال الإسرائيلي دمر مضختين من هذه المضخات بشكل كامل وأدى الاستهداف الإسرائيلي المتعمد إلى تدمير 6 أخريات ولكن بشكل جزئي. هذا الأمر تسبب بطفح مياه الصرف الصحي في الشوارع المنخفضة وفي أزقة الشوارع المختلفة في المدينة، وبالتالي أيضا تسبب هذا الأمر بكارثة صحية وبيئية نتيجة انتشار الأمراض والأوبئة بشكل متسارع في أوساط المواطنين. بلدية غزة أيضا تعرضت مرافقها المختلفة للتدمير وأضرار كبيرة جدا، حتى البنية التحتية الخاصة بقطاع المياه تضررت نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. اليوم نحن نتحدث عن تدمير ما يزيد عن 60 بئر للمياه في مدينة غزة لوحدها من أصل 86 بئر عاملة في المدينة، بالإضافة إلى إخراج محطة التحلية الموجودة شمال مدينة غزة عن الخدمة، وبالتالي هناك نقص شديد جدا في كميات المياه الواردة إلى المدينة والتي تضخ في الشبكات لمنازل المواطنين والمناطق المختلفة، وبالتالي يعيش المواطنون اليوم أزمة نقص شديد في المياه وأزمة حقيقية تسببت بحالة من العطش الكبير في المدينة. اليوم نحن نتحدث عن معاناة المواطنين بشكل كبير جدا نتيجة هذه الأزمة. المواطنون يضطرون للخروج صباحا كل يوم إلى وقطع مسافات طويلة للحصول على المياه، لكن أحيانا تفشل هذه المحاولات في ظل عدم قدرة طواقم البلدية على تشغيل آبار المياه بسبب النقص الشديد ونفاذ الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه.